عائلة كساب عندنا جوكر. 20 نقطة دول لو طاروا مشكلة إن شاء الله. علوم والسؤالهم. جون جودينف هو أكبر عالم حصل على جائزة نوبل في أحد المجالات عام 2019، فما هو؟ كان عنده 97 سنة، فضل ورا حلمه لحد ما حققه وخد جايزة نوبل. علشان كده العمر مجرد رقم، 97 سنة وجايزة نوبل. إجابتك؟ طب لا، سيف، إجابة خطيرة، مش الطب. مين اللي هيجاوب؟ فيزياء. مدام أمال، للأسف الشديد إجابة خاطئة. طبعاً بقى، طبعاً طبعاً 50-50 بس على البصر. بزائد 20 أو ناقص 10، السلام ولا الكيمياء؟ يا سلام، كيمياء. سيف، إجابة صحيحة، بسبب تطويره لبطارية أيون الليثيوم. 20 نقطة، النتيجة اتغيرت، 30 عائلة كساب.